تعلمت بالشيء كلمة ما مش مشكلة. أستنى بعد ما أسمع الافتتاح بتاع الاجتماع هذا وين اللغة الفرنسية كانت مستعملة وذكرتني ديفير داراغون كو جو ديدي باسما لو مكري او سون فير دو رونج كوم اون روش سي زابيل فو كونيسي لا سويت. الجبهة هي وسيلة لمشروع مشروع اجتماعي قبل كل شيء مشروع ثقافي زادة هذا التعليم يلزم ثقافة ما عندها حتى معنى لازم نركزوا على الثقافة لازم نركزوا على الشباب بتاعنا لازم نركزوا على البيئة ولازم صوتنا في كل مدن في كل بقعة تاع الجمهورية الفرنسية لازم نوصلوه للانتشار بتاعنا ما ينجمش يكون كان ما نكونوا موحدين وما نكونوا يد واحدة تاع القوى الديمقراطية التقدمية اللي تأمن مستقبل هالبلاد وبيحب هالبلاد اللي تحب الأجيال اللي قدامنا ولك علاش لازم كل سلاح يقوموا باش نكافحوا بالمصلحة هالبلاد. كيف ما قلت بينا كي نشوفوا الشباب مع ساعات نسمع هنا وهناك كلام اللي يأثر كان عليه أو خاصة فيما يخص التشغيل يقولوا هذا الفهيمة ولا هذا ما يحطوا في العصر شكون قاعد يحط الأعصاب العجلة؟ شكون قاعد يحط في الأعصاب العجلة في كل ترويكا بيناتها اللي تكونت على أسباب نعرفوها الكل تقصيدي كراسي ولخدمة الرجعية لخدمة حركة النهضة حتى زوز أحزاب اللي مشاو معها نعرف علاش حركوا معها ونشوفوا بعد 18 أشهر وين وصلوا ولا 16 ولا 15 ما عادش نحسبوهم وين وصلوا البلاد اليوم. في حياتنا في خطر الخطر هذا تعطينا مسؤولية أولا باش يصيروا انتخابات في أقرب الأجل اللي تقبل آخر العام ولا العام المقبل. أما الهدف الأساسي هو وحدة القوى الديمقراطية التقدمية للشباب بتاعنا والأجيال اللي قدامنا وندير للدفي اللي قدامنا ويقول لي احنا في حزب الجمهوري في المسار في الأحزاب الكل في الوسط في الشبه الشعبية قرار المواطنين وفي احتياط الشباب والشعب التونسي كنا تعبنا وفدينا من نهضة. أما اليوم لابد باش نكلاريفي نوتر ميساج نقول لا فيزيون مي با لا كونفيزيون لازم نكونستيتي ان فون نو با بور سو ديفوندر مي ان فون بور بروجيتي لا تونيزي باش تكون ترجع لها المستقبل وليس المستقبل. Thank you.